ضيوف إسرائيل اليوم يمكن يختلفون في أمور وايد، لكنهم يتشابهون في خفة الدم والحس الكوميدي. وهم الفنان شهد سلمان والفنان بلال الشامي. بلال الشامي هالسنة يطل في أكثر من مسلسل، الفري بعد الشدة ومسلسل مرضي ودحام. أما ثاني ضيوفنا الليلة إيه الفنانة شهد سلمان، مو بس خفيفة الطينة، في السنوات الأخيرة احجزت لها مكان في الدراما المحلية. شهد هالسنة تشارك بسباق رمضاني بثلاث أعمال، إيه هوا دليل، بعد غيابك عني، وبطن وظهر الجزء الثاني. واليوم غدا رح تكون في حوار أكيد بيكون عفوي وممتع وفي خفة دم مع ضيوف هالليلة. حي الله من يانا وكان إسرائيلنا الليلة. والله شكلي مشاهدينا اليوم ما راح اسكت من الضحك ومن جمال الاحساس اللي موجود داخل الاستوديو. ما شفتوا الكواليس؟ كانت رائعه، لكن اتوقع ان كواليس اعمالهم كانت اكثر من رائعه. مساكم الله بالخير وحياكم. شلونك بلال؟ كل عام وانت بخير. مساك الله بالنور والكرم. يا هلا فيك، جزاك الله خير، ترب الله طاعتك. منا ومنك ومن جميع المشاهدين. ألف, الف الف خير يا غاده. الله يسلمك، يلي تنورين برنامج إسرائيل كل سنه. الله يسلمك. نتابعه احنا علشان نشوف شنو المواضيع اللي بتقدمينها بكل حلقه، لان ما شاء الله تبارك الله مو برنامج عادي اللي مثلا اقابل الضيف واساله عن اعماله وكذي، لا، يصير في بعدين انتقاد حق الحلقات اللي قدمت. صحيح. صحيح. يصير في ملاحظات تنقال. فبرنامج غني وانا اهنيك عليه، يعطيك العافيه باداره اخونا. وانا ناطره متى تمثل علشان اجيبك هني. اي والله انا من زمان موجود، بس انت عارفه شوي ظروف الفرقه وذي، ولا انا ترى ولد المسرح، ولد الدراما، ولد التلفزيون، ومثلت وايد واعمال كثيره وقديمه بعد. صح. مع فنانين كبار ما شاء الله قديرين حيل، امثال الفنانه سعاد عبد الله. نعم. والفنانه حياه الفهد، الفنان سعد الفري. فالحمد لله، يعني الواحد هذا ينضاف الى رصيده الفني. اكيد الغني وشهد منورتنا يا حبيبتي. شهد بالنسبه لها عندها مسرحيه الحين البيت المقلوب، وبس الحين ما عندها شيء. مقلوب ولا مسكون؟ لا مقلوب، البيت المقلوب، بس ما عندها شيء. ما عندها شيء، خلصت وتصوم للساعه 2 الظهر وبس. زين، السؤال الثاني بالنسبه لي انا، انا بالنسبه للآم انا ما تكلمت؟ لا للحين امانه، انا حسبالي تكلمت. اسف والله، بغيت اخدم، بغيت اساعد. اوكي مشكور، تفضل. يغشش، بارك عليك الشهر. علينا وعليك. بارك على جميع المسلمين، بارك عليكم الشهر. نقول انزين، وان شاء الله ربي يتقبل صيامكم وجيابكم، وان شاء الله يعني نخلص الحلقه على خير. شو اتمنى والله، انا من اليوم قاعد ادعي، انا من اليوم قاعد ادعي، قاعد اقول يا رب يلا ان تعدي الحلقه على خير. لا تعدي على خير ان شاء الله. شنو قلت بالكواليس؟ عبالك من وياك؟ عبالي وياي اصاله، قالوا لي وياك غادر زوقي وأصالة. استانس، طلعت أنا جداشة العيد زين، والجماغ مال العيد اللي طاف، مال العيد الجاي قصدي، هذه جيت ولا لقيت منه؟ اي شهد. شكرا شكرا شهد، والله ما عليك زود والله. الله يسلمك، والله منورتنا يا شهد، وكل سنة تنورينا. شكرا يا عمي. والسنة هذه يعني مبدعة، أدوار مختلفة عن بعض، ماكو دور يشابه الثاني. لا أبدا أبدا. فخلينا نبدي معاك انت بادوارك بالمسلسلات الثلاث، تبين تبدين من اي مسلسل؟ والله نبدي خلينا نقول هوا دليل. هوا دليل طبعا من انتاج احمد عبد الله. نعم. اكون في صديقه استاذه زهرة عرفات. نعم. طبعا هي عندها قصه واحداث وايده. اي زهرة في هالعمل، وانا اكون مساعدتها، ولها هي بعد صديقتها اللي هي، انا نسيت والله حتى الشخصيه في المسلسل. أي. بس العمل ككل وايد حلو، تعبنا فيه، سوينا مجهود فيه كبير. انزين، كان صحيح ان اشتغلنا فيه ايام الحر، بس ان شاء الله يعني يشوفون احداث حلوه، لان قدمنا فيه شيء وايد طيب يعني الحقيقه. اي والله، يعني للامانه احنا سمعنا انك
تعبت شوية. اي والله طحت. اي والله يعني ألف لا باس عليك. وحتى عرفت أن زهرة بعد تعبت كلنا والله يعني حتى الفنانة سلمى سالم كلنا أيه. تعبنا بس أجواء العمل ككل كانت حلوة بس لأن كنا قاعد نشتغل بالحر بالصيف. بالصيف شهر ستة ستة أي وسبعة شهر ستة وسبعة بلشنا وموت شيء. حر يعني تخيل طحت تراكميات صار كل يوم قاعدين وكذي تعبنا تصوير وما تصوير فاللي حصل ما ادري شلون ذاك اليوم كان ازخ وطيح والله اغمى علي اي والله شالوني ما شاء الله يعني جنود العمل لا تسعة عشرة والله حطوني على الكرسي وشيل شيل الميت لا بسم الله عليك بسم الله عليك شيل وراح طحت وحالتي حاله ويودوني انشرت الفيروس عليهم لا 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 مو كورونا انا حبيت اخدم والله فيروس الارهاق اي ف كله بيخدم غلط زين احسن لا تخدم شو اسوي سو خير وقطه بحر لا لا فالحمد لله عدى على خير بس العمل ما شاء الله جبار ان شاء الله يشوفون شيء قوي لان القصه وايد حلوه وما شاء الله كل الفنانين المتمكنين يعني ايه تبارك الله فعلا معك مجهود جبار صراحه ايه معك فريق رائع يعني اي والله ومختلف وكواليس غير وفنانين كل واحد يعني عندنا ابو خالد معانا عندنا الاستاذ محمد جابر وعندنا منو بعد سلمى سالم والفنانه غرور وايد يعني تشكيله كبيره حلوه كانت نعم. زين هذا بالنسبه حق عملها ودليل العمل الثاني اللي هو بعد غيابك عني شخصيه ثانيه اجتماعيه قصه يعني في ممكن نلقاها في بيوت الكويت او في بيوت الخليج عامه نعم. انزين قصه تتكلم عن مرأة هي عايشة مع زوجها زوجها متسلط شوي زين وهي يعني إنسانة بسيطة ما تبي يعني تزعلها لأن أبو عيالها متعودة عليه من سنين إيه أنا شفت متعودة عليه إيه متعودة هذا طبيعته وهذه أخلاقه معها الشخصية مختلفة يعني وايد هادية مسكينة ما أدري عاد بتكمل كذي ولا لا لا هي بتكمل إيه؟ بس شنو في اختلافات إن شاء الله راح نشوف في أحداث بعدين زين إيش رأيك بس نذكر المشاهدين نعم. بالمسلسل نشوف منه بعض المشاهد ونرجع لك على راح القتل شنو نوال للحين ما خلصتي تصحيح دكا وقش شوي اخلص ايه صدقي العاد ان شاء الله الحق اروح الجمعيه اشتري اغراض الكيك اللي ابيها رايلي لو ما اسويها يسود عيشتي الله يعينك عليه وعلى عسارته صراحه ينننا يا نوال ينننا تدرين عاد عمري يا نوال ما شفته يبتسم حتى بصور عرسي كله مكشر كذي يا ستار يا رب شكوى لله يا رب الواحد شي يقول انا عندي لك راي اشتري كيكه جاهز المحلات متروسه كيك اشكال ولا يا ريت الله يسمع منك ودي يا معوده ما يحب ياكل من ايد الخدامه ما يرضى انها تطبخ لنا تدرين عاد بس شو اسوي ماكو وقت تدرين شلون شكلي بجازف وبروح اشتري كيكه جاهزه واللي فيها فيها اي الله هذا الرجال اللي في عنقوستين اللي نربطه من وراء هم على اساس قالوا لي يعني هذا الحجاب ان انت مره ملتزمه وكذي بعدين تغيرت الاحداث كانوا يقولوا لا خليك عادي ان انت انسانه محجبه وبس لان تدرين شلون لما شفنا هالحجاب توقعنا فتره زمنيه مخالفه للفتره الزمنيه مالت المسلسل اللي حصل انه في الحين مو في يعني محجبات ملتزمات وكذي دينات فانا جبت على هالاساس بعدين غيرتي حق شيلة اي بعدين قالوا لي لا ما له داعي انا كنت شريته خلاص مجرد ما قالوا شريته فلما شريته جبته قالوا لي بعدين لا ليش ما له داعي يعني خلاص هذا وين ستايل قديم فقلت لهم خلاص ندمجه معاه ويعني لان في بعض انا قاعد اشوفهم برا لما اطلع وكذي في بعض الملتزمات يحطونه والله نعم. يعني نعم. انا توقعت ان شخصيتي كذي طلعت لا عادي يعني ان انت مدرسه وان انت زوجك هو اللي متسلط عليك وكذي حلو اي الغريب ان انت ساكته على هالتسلط يعني هو لان غادي يعني انا خايفه بعدين تحطين لا 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 سم بالكيكه ولا شيء لا لا ابدا هي مكسوره خاطر وكذي دائما يعني هاوشها وحاد معاها ناشف معاها دائما لان في ازواج كذي يعني مو صح والله في ازواج دائما كذي في حياتنا معنا نتمنى يعني هالصفه هذه تنقرض يعني تسلط الازواج نتمنى يعني هو يعتمد يعني ما يندرى هلو
الظاهر عندنا بعض المتسلطين. انت متسلط جدا انت. لا والله لا، انا بالعكس، انا على فكره نصير المراه، انا ديمقراطي جدا. لا لا، نصير المراه جدا جدا. اي نعم، بالدرجه الاولى المراه هي امك، صحيح، يدتك، اختك، اختك، عمتك، خالتك، زوجتك، بنتك، عمتك، خالتك. فالمرأة كل شيء، ترى المرأة كل شيء فعلا. لا حد يقول لك والله، لا الريال يقول لك انا اقدر امشي حياتي من غير مرأة، لا ما يقدر. وراء كل رجل عظيم امرأة، امرأة. فانا احييكم يا انا اقول لك بجانب بجانب، مو وراء، خليها بجانب احسن عشان نكمل يعني مسيرة مسيرة هي مو بجانب حقوق المرأة، هي لا قدامه. يا سلام. اي والله جد، ترى ساعات الرجل نجاحه كله يعتمد سبة المرأة. صح صح. اي والله العظيم. نتمنى ان شاء الله، بس انا بعرف الفرج ياكم بعد هالشده. والله ناطرين يمكن بعد الحلقة العشرين بعد. لمتى هالشده هذه؟ والله شو اقول لك، ان شاء الله ما من فرج الا بعد شده. مسلسل الفرج بعد الشده، سيناريو وحوار الكاتب والأديب اللي أحييه بشدة، أخونا الغالي العم مشاري حمود العميري، يعطيه العافية على العمل اللي هذا طبعا من سلسلة أعمال أخرى اللي هي رحل الأيام وكذا كذا عمل. نعم، وكلها أعمال مميزة، ونبارك له بالشهر الفضيل. جدا أعمال، وبعدين فيها واقعية. صحيح، هو دائما ياخذ التاريخ الواقعي من اخراج اخونا الغالي محمد عبد العزيز الطواله، يعطي العافيه. انتاج اداره انتاج احمد حبيب دواها الله. المسلسل يتكلم عن حقبه زمنيه مرت فيها نجد وبلاد فارس ونعم والعراق، اللي هي سنه اللي صار فيها جوع، ما في اكل، ما في ماي، شح عنهم الاكل حيل، فصار هني يترحلون، قاموا يترحلون من مكان لمكان بس عشان يدورون لقمه العيش. صحيح. فالكويت كانت مركز لمساعده الناس اللي محتاجه، كون انه كان فيها تجار وايد وعندهم بضايعهم وعندهم خير من الله ما شاء الله، ساعدوا الكل والجميع. فصار الترحال وذي احداث وايد قوية، أحداث متداخلة ببعض. قلت أنا قبل هالمرة أن من ضمن الأحداث من شدة الجوع الناس تبي تأكل، فكانوا يفكرون أن يأكلون بعض. والله إيه والله من شدة الجوع هذه، وهذه حقيقة، وهذه طرحها أبو حمود مشاري العميري، طرحها في العمل لأن كلها أحداث حقيقية يعني حصلت في سنة 1868 إلى 1871. نعم. أحداث كثيرة بالمسلسل، نجوم أبطال كثيرين معنا بالمسلسل، أمثال مع حفظ الألقاب غازي حسين وعبد الله ملك، صلاح الملا، محمد العجيمي، عبير الجندي، ياسة، أحمد الحصين، بجاسم، وايد نجوم ساهموا في نجاح هذا العمل. احنا نبي نشوف بعض المشاهد الخاصة فيك بلال، وبعدين ترجع تكلمني عن دورك بالمسلسل، نشوفها مع بعض. هذا مكان العم مبارك الله يرحمه، اشتراه دحباش عقب ما توفى العم مبارك، والحين يبيع فيه محمد ولدك يا دحباش. زمان زمان، الله يرحمك ابو مبارك. خير، فيك شي انت؟ انا بلال، بلال. هذا بلال، بلال رفيج الوالد القديم. وش هو؟ انت العم بلال الفرنجي، صديق ابي. ما شاء الله، انت سيم سيم دهباش. الا انا محمد بن دهباش بن معيض، وانت العم بلال الفرنجي اللي دائما يكلمني عن هبي. نعم، انا يور فادر فريند بلال. يا هلا ومسهلا. معطين كل واحد كل دور، معطينا لهجته ومعطينا. جميل جدا. يعني احنا قاعدين نتكلم فقاعد اقول له غريبه لهجه الممثل اللي معاك. قلت لي لهجه جنوبيه. اللهجه الجنوبيه، اهل الجنوب يتكلمون بهاللهجه هذه. ابي عندنا بعد من ضمن النجوم في انه واحد جاي من الزبير.
فابو حمود قال نبي واحد زبيري صجي، ما نبي نجيب واحد يتكلم زبيري. فاستعنا في الشيف احمد الحصين ابو جاسم، قدم له تحيه ما شاء الله، اللي تكلم زبيري 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 ما شاء الله عليه. الدايخه مرقه الباميه يا بو حق الدور، وطلع يعني بيرفكت عشان تقنع المشاهد. صحيح، عشان تقنع المشاهد اكيد. اي نعم، يجيب كل شخص لشخصيته. صح. وعلى طاري قبل شوي قاعد تقول مكان ودتشان، اي اول يعني صحيح القرن اللي هو 1800 وشيء كانوا يتكلمون بهالطريقه هذه، دتشان ابو فلان دتشان. صح، خل نروح مكانه الحين. مكانه اي، ما يقولون مكانه. صح. فكان ابو حمود قاعده مشاري الاميري، قاعد قاعده على الكلمه. حلو، مو على الجمله. حلو، على الكلمه، ويقول حق المخرج سوي ستوب، الكلمه اللي قالوها غلط عيدها مره ثانيه، لانه هو اليوم قاعد يوثق تاريخ. حلو حلو، من لهجه من قصه من شيء. انتم مو بس وثقتوا تاريخ، انتم وثقتوا المجتمع نفسه شلون صاير، شلون ترابط المجتمع، شلون يعني اللي كان عنده خير قاعد يساعد الاقل منه. وشفنا ايضا يعني اختلاف اللهجات، اختلاف الازياء، هذه كلها جمعتوها في فتره زمنيه معروفه تاريخيا لكن مسكوت عنها. فجميل جدا ان هي تظهر بهذا المسلسل اللي اعتقد اعطاها قيمتها واعطاها ثقلها. اكيد. على طار الازياء اخيتي غاده، انت لاحظي الازياء مالتنا ما في قوله. دائريه، لان قبل صح ما في كذي، ما كان في اول قوله. بعدين كان حريص حيل على الازياء ويشيك كل فنان يسوي بروفه الميك اب ماله، بروفه لللبس ماله، لا قصر الدشداشه بعد، لا هذه لازم تكون الدشداشه شوي افقر من كذي، لازم تكون اوسخ من كذي، وبعدين حريص حفاي نكون. أيوة. اجلكم الله. اي نعم، لما صورتوه بالصيف كل يبص كان بشهر 10. لا حلو، إيه. يعني نعم شهر 10 حفاي لازم تكون حافي، بس الارض شلون حاشتنا شوي حراره بس. أيوة. تحملنا، لازم حافي. وبعدين ها ما تي ريلك تلقلق داهنها ويغبر. كم مره يصير لي انا بلال شول حريلك شول ان شاء الله ان شاء الله تشفط انت تسوي بالتراب بالتراب. فانا احب تفاصيل التفاصيل هذه اللي لما المشاهد يشوف يقتنع يحس في مصداقيه بالعمل. طيب. انت بهود الليل يعني اعتقد كان في بعد مدقق باللهجه علشان لا تلخبط. لا كان طبيعيه يعني شلون الكلام الحين انا قاعد اقوله ما في يعني عليه شو اسمه، بس انه اكيد يعني بذيك الحقبة يعني ما كانت اللي هي اللهجة الكويتية الحديثة بهذيك، لا بهذيك الحقبة كانت اللهجة الكويتية القح. انزين، مو بالوقت الحديث طبعا، الوقت القديم غير كانت يعني. انزين، فكان الكلام مثل ما قلتي القح وبس يعني، هذا اللي ما حسيتي فيه صعوبة اعتقد يعني. لا تعودتي لا لا على يعني في بعض الكلمات عمري، لان صدق يوم قرينا لقينا فيه شوية كلمات ما أدري شلون، فلازم نعيد عليها علشان لأنها ثقيلة. ثقيلة شوية. عرفت شلون يعني الكويت قبل فيه كلمات ما تقدرين، لازم قلجة شوية قلجة والله. يعني فيبيلش تقولينها مرتين يلا عشان تضبط معاك بالحجوة. لأن بعدين أكيد الناس راح تنتقد يعني طبعاً. خصوصا باللهجات وبالشكل العام طبعاً. الناس تنتقد هالامور أكيد هذه أكيد. ويفقد معاها مصداقيه بالضبط العمل. أي. فيبون الكلام اللي هو الموزون الحقيقي المضبوط. اي واليوم انت قاعد توثق اليوم. أيوة توثق بالضبط. أي. فلا تعطيهم المعلومه الغلط بس صح. توثق بشكل فني ودراما جميله طبعاً. ما هو مسلسل وثائقي صح. طيب انا عندي فقره بوفلان، ما ادري شفتوها ولا ما شفتوها. الله يوفقك قصدي، الله يوفقك. جايبين على شانك اليوم مال اسرائي، جايبين على شانك شهد. شنو هذا؟ بوفلان 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 بوفلان. خلينا نشوف شنو عنده اسئله لكم. اي خلينا نشوف شنو عنده اسئله لك شهد. شنو بالاسبريسو اسبريسو وايت موكا؟ انا حسيت المشاهدين وايد حبوا بوفلان، فقلنا خلاص من بعد ابنه يظل ويانا على طول كل حلقه ونشوف عاد شنو عنده من سوالف. خلونا نشوف شنو سؤاله. انا حبيته وايد، ما ادري عاد هو حابنا ولا. مساكم الله بالخير، ويا هلا يا هلا بنيتي غادة، هلا ام احمد، وينك انت موجودة؟ ما اشوف انا قاعدين بسواد، انا ما اشوف شيء، ما اشوف حواليني. اي قاعد دكتور العيون قايل لي لا تقعد بليتات وايد مو زين لك.
بس ما شاء الله مع اني ما اشوف بس نورك ونور شهد اليوم منور ما شاء الله عليكم تارسين الاستوديو يا هلا فيكم وكل عام وانت بخير ومبارك عليك الشهر يا شهد شهد يبانا ريال كبير حسبة ابوك حسبة يدك لا تواخذيني عاد لا سألت السؤال عرفت شهد احنا حين بنسولف شوي عن عن البيزات وانا ادري لا تحاتين ادري ان السوالف لا صارت بالبيزات تصير شوي محفوفه السوالف بس احنا اللي فتح عيوننا المنتج باسم عبد الامير يوم ذاك اليوم بلقاء من اللقاءات ماكو سطر الاولي والتالي من الاسعار من الاجور هاي باي فاحنا الحين بنعرف بعد ما شاء الله ما زادت شهرتك وزادت زاد الطلب عليك هم زاد الاجر تقولين كم اجرك ولا ما تقولين خي ما ذبحونا في هالاجر زين هو منتج يقول اللي يقوله عادي بس انا ما والله ما ابي اقول اي لا تقولين لا ما تبين تقولين لا تقولين عادي كلش ما احب والله خافين من الحسد وكل شيء ولا السالفه ترى يعني مبالغ فيها ما يسوى ما الموضوع اصلا والله يعني انا والله اللي قاعد اقول يعني عيب انه يسالون اسئله صح, صح والله العظيم ما له داعي يعني اقول لكم بعدين بس مو الحين ما ابي اقول يعني اول شيء واحد يخاف يخاف صراحه يعني يخاف ينضرب شيء لا لا تاخذ شيء لا 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 فما ابي يعني هذا شيء شخصي شيء شخصي صح صح. يعني بيني وبين المنتج أيوة. هو هالوحيدين اللي عارف فيهم وبعدين يمكن بيوم من الايام ان شاء الله يطلبها منتج ثاني أيوة. مثلا نفرض تقول انا اجر 100 دينار باليوم مثلا بالعرض ياها منتج عقب فتره قالت لا والله 100 يقولها لا انت باللقاء الفلاني قلت 100 دينار مثلا تنمسك عليها اي صح عرفتي فانا ما اقول مساله الاجور هذه عندي ولا هي بالاجر تاخذ 3000 دينار الله كريم بس ما نبي نقول علشان لا ما نبي نقول لا ما نبي شرب اسبريسو كافي سوي لي حراره سوي لي حراره باربيتشينو في سؤال ثاني حق بلال ولا لا ما يصير كذي وعلي قص من قبل الله يسمع السؤال قص يا حي الله بلال يا حي الله الوجه السموحي يشهد انك تشيل الليالي شين حين يا بلال انت ما شاء الله عليك ممثل ومسرحي قديم معروف ولك كاريزمتك وابتسامتك بروحها كافي تلقلق بس احنا ما قمنا نشوفك يا اخي المنتجين يعطونك ادوار ذيك الثقل اللي فيها احنا ما عرفنا ليش يعني شنو لازم تسوي لك جروب بالتليفون علشان يشيخون لك ولا لازم من الاخر تجيب لك واسطه علشان نشوفك بادوار ثقيله ها ديت قلبك يا ابو فلان يسعد مساك يعطيك العافيه على الفقره الجميله لا بالعكس هو القصور مني انا لاني مثل ما تعرفون مرتبط بالفرقه بالاعراس بالاحتفالات ساعات تصير عندك انت مناسبه برا الكويت فهذه التزامات مسبقه قبلها بشهرين ثلاث صح ما دام انا اتفقت اليوم ويا بلال الشامي انه مثلا يزف معرسنا او يحيي حفلنا كامل ما يصير تيله انت قبلها بيومين اسمحوا لي باكر عندي تصوير صح ما صعبة هو العرس أو الفرح يوم وانت اللي مطلوب يعني انت اللي مطلوب فصعبة هذه شوية اللي تخلي المنتجين يخافون انه يلتزم معاك يصير عندك انت التزام لكن ايش قاعد يحصل اللي حصل انه لما يكلمونك قبلها بشهرين شهرين ونص شهر ونص انت تقدر تنسق تقدر تنسق دنيتك شيك تقول لهم والله انا عندي مثل اليوم الفلاني او شيء وبالعكس المنتجين وايد يعني اخوي احمد حبيب مسلسل الفرج بعد الشدة ما قصر حيل والله الأمان لله في كان عندي أيام ملتزم فيها قلت له عندي كذي كذي فصير يصير تنسيق حلو ولا بالعكس وبالنسبة بس يعني أنت حاب أنك تستمر بالتمثيل جدا يعني أنت مثل ما نقول هذه فتحة باب لعودة في الدراما هي الباب مفتوح الحمد لله أكبر دليل على أن أنا سويت مسلسل حتى انت ناسي معناته قديم لانه خماسيات لا مش قديم لا خماسيات ذكرني يا ماجد ماجد ذكرني تكفى الشمري على ما ماجد يتذكر ايوه على ما يتذكر المراد فتو هذا ما صار له سنه خماسيات وكان في دور رئيسي جدا رئيسي منطقه امنه منطقه امنه ايوه الله يذكرك بالشهاده
هي غششني ماجد. منطقة آمنة كان معانا نجوم كبار، أسمعان توفيق، فيصل الأميري، حصة النبهان، ما شاء الله حلوة. نعم، وكان دور رئيسي دور أبو حصة النبهان، ومساحة وايد كبيرة الحمد لله، ومن أروع ما يمكن العمل، وخذ صدى وذي الحمد لله. فالأدوار موجودة، وأنا حاب العمل الدرامي ولا المسرحي. وأنت لونك مختلف، يعني أدائك إيه، إحنا الخال القامج شوية لون مختلف. لا يا ابن الحلال، حبيت أخدم، حبيت أخدم يعني. لا تخدم، جالتك شهد يا عمي، لا تخدم. لا لك تمثيل هاي. خلينا نشوف فلان عنده سؤال ثاني حق شهد. وين عندي شاية ثانية يا أم أحمد، ولا على جمر بسألها شهد اللي منورتنا اليوم. احنا أنا تدري فيني يا يبا يا شهد ريال كبير، وعرفتك وشفتك على كبر، ها اي يعني لازم لابد الواحد يكون له داعم في هذه المجالات. وأنا يبا أنا لو مو دعم أم فلان لي، ما أدري والله كان حطتني شيء بالشاي، كان سممتني، عرفت إيش؟ لازم أقول ولا ما أنام بالبيت اليوم. فأنا بنعرف هل شهد عندها حد له الفضل في شهرتها ولا لا؟ شهد خذتها بذراعها، ها؟ خذيتها بذراعي. ايوه يقول لها مره ثانيه خذيتها بذراعي. اي والله، اي والله انت طلعتي السلم خطوه خطوه. بس اي يعني ما سويت ما يعني ما قلت حق احد والله تعال وصلني وتعال ساعدني وخذ بيدي وطلعني وسوي لي واسطه وسوي لي ما ادري شنو، لا انا يعني مجهودي اشتغلت، اجتهدت، تعبت لحد ما وصلت الحمد لله. يعني الانسان اذا ما هو سوى شغله بايده ولا ما ينفع يعني والله العظيم. يعني انا وانا من الاساس من الطفوله احب اعتمد على نفسي في حياتي ككل، مو بس التمثيل، حتى برا التمثيل. انا كذي، انا ما احب اعتمد على حد. انا اشتغل وانا اعتمد على نفسي وانا اسوي كل شيء بنفسي. خلاص مو اتكاليه، انا كذي. مو هذا الصح للأمانة، لأن أنت بعد إذا اتكلتي على أحد بالضبط. ممكن يمشيك بخطوات خاطئة. أي فأنا ليش أنا ما بي إني أنا عندي شغلة اللي هو ما بي أحد يقول لي أنا بنيتك، أنا صاحب الفضل، أو أنا إيه ما بي والله يعني مثل ما يقولون شنو اللي هو مطغامنا؟ لا أسف هذا يعني إنه هو يعني ما بيقول لي باش ان انا سويت لك وانا عملت لك وانا بعدين امكانياتها الفنيه حلوه. صح يعني اليوم حتى لو لنفرض ان احد ساعدها وخلاها تخطو الخطوه الاولى، بس امكانياتها الفنيه ما بتصير منه علي يعني. بس امكانياتك حلوه ما شاء الله، الحمد لله. انت جبتيها بذراعك عقب الحمد لله. يعني اشتغلنا وكل كل المجتهد مثل ما يقولون شنو نصيب حبيب. ايوه بالضبط. الله يسلمك، انا قاعد اخذ. طيب بس الله يسلمك، شكرا. طيب كلميني عن بطن وظهر الجزء الثاني. أي. بطن وظهر عزيزتي حاليا قاعد يعرض على اس تي سي، على منصه منصه اس تي سي. عمل كوميدي بحت يعني. في مجموعه عندنا من نجوم حلوين، عندنا محمد عاشور، مبارك المانع، عبد المجيد الهريدي من السعوديه، عندنا الاستاذه سعاد علي، والفنان احمد الجسمي. احمد الجسمي نعم، فنانين كبار كلهم ما شاء الله عليهم. عمل حلو لطيف خفيف، لان سوينا الجزء الاول فسووا الحين الجزء الثاني. هو ما ادري ظهر سووا 13 ما ادري والله. اي حاطين في الاستمرارية، لان الجزء الثالث شكلهم كذي. اي برافو. اي والله، فما ادري للحين يعني حابين العمل. وقالوا دام انت ايش رايك؟ لان كانت نسبه مشاهده وايد عالية. قالوا لي 100 مليون مشاهده. والله اي ما شاء الله ما شاء الله. اي والله استانسوا على الناس وحبوا. وعلشان كذي سووا جزء ثاني. اي وان شاء الله الثالث جاي بالطريق. وانا اليد اللي كنت يعني كنت شديده في اول جزء. إيه الجزء الثاني إيه. هي صارت شنو انه يعني حبت شنتها إيه. وصارت راضيه، بس هذه هي يعني سبيكه هي بوضعها بهذه، بس شويه رخت معاهم. حلو. اي
إنزين الحلقات متصلة كلها أكيد ولا إيه؟ متصل 30 منفصل؟ لا ما في منفصل أيه؟ 30 كلها متصل أيه؟ العائلة ونتابع أيوة كلها ومعنا الأستاذ بعد نسيت الفنان محمد جابر الله يعطيه طول الصحة والعافية إنزين هم أخو ماخذ دور حلو معاي وايد وايد حلو إن شاء الله والله يا ريته يعني أنا ما أعرف ليش ما ينعرض على العدالة اي ليش ما ينعرض ما ادري انا قاعده اسالك انت عرضتي عليهم وقالوا لك لا لا مو انا صراحه انا ودي والله على قناتكم ليش ما ينعرض ليش حسافه ينعرض العمل حلو يا جماعه والله العظيم حسافه انه ينعرض علي يعني اوكي ماشي منصه بس تبي ينعرض على قناه مو هذا هو المنصات الحين وهذا سؤال مشترك لكم اثنينكم ماشي تدري ان انا بس عفوا ما قاطع سالفه غاده انا ما عندي الجهاز شفتي قسما بالله ابي اشوفه ما في يعني مو كلنا ترى عندنا يعني هذا المنصات اي يعني لا السيفر هذا الحين اللي عابين فيه اللي طلع كل القنوات مو الكل يعني انا واحده من الناس صج ما عندي ما حطيتها كل ما اقول بحط وبسوي بس ما سويت زين يعني لازم يعرض على قناة حرام عمل كبير حلو يعني ما ادري يعني والله وش رايك انت بلال يعني موضوع ان منصات وايضا احنا شفنا زمن العجاج يعرض ايضا على منصه وحصري ايوه في وايد مسلسلات عرضت حصريا على منصات ما قاعد نشوفها للحين ترى هذا يظلم العمل يعني انتم كمشاهدين يظلم من نسبه المشاهده حبيبتي وما ادري والله يعني جابلك كيف قبلي قبلي. ما ادري والله المشكله هذا زمن جديد يعني عرفتي عصر جديد عصر جديد هذا ف تطور يعني يعتبر الناس الحين لاحظي بكل مكان تكلم منصات 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 فلان منصات فلان منصات غير الشغلات اللي احنا ما نعرفها المنصة اللي عندها أفلام مثلا اللي تعرض أول بأول بأمريكا وزي صح صح بس هذا ما يظلم العمل لا لأن اليوم لاحظي خصوصا إن الكل ماسك تليفون إن الكل ماسك تليفون مو بس كذي خصوصا برمضان أغلب الأعمال قاعد تعرض على كذا قناة قاعد تفتر على القنوات يعني مثلا الفرج بعد الشده ما شاء الله يعرض على صحيح بس احنا عملنا انا مو شايفته هذا الشارجة اي شلون والظفره وقطر فكذا كذا قناه ينعرض عليها بعدين ينعرض عاد على المنصات يعتبر فاللي يتابع المنصات راح يصيد العمل هني ولا هني ولا هني ولا هني ان شاء الله هي ميزته ان انت ممكن تاخذينه بالوقت اللي تبينه يعني تشوفين المسلسل بالوقت اللي يناسبك صحيح بس غادة يعني لما يطلع على القناة غير ترى أكثر شعبية القنوات التلفزيونية تكسبين مشاهدة أكيد أكثر شعبية تكسبين متابعة يعني سريعة أن الوقت الفلاني راح يطلع مجهزين أن نبي نتابعه لكن منصة تعالى عاد نطري ما أدري متى يطلعونه ما أدري الليل النهار أنت ما إحنا ما سالفنا عن رمضان يعني إحنا دشينا على طول خلت السؤال يعني ما زلتوا تتجمعون بالبيت على شاشة التلفزيون تنطرون المسلسل هذا عندنا إحنا في البيت عاد ما عندكم ما ادري احنا شير لا لا انتم ما ادري انا عندكم انتم ما لا لا شوي عادي نقعد نتجمع وناكل كل شيء طبيعي ما شاء الله تاكلون مثلنا؟ ناكل ما شاء الله بليونا ويدين الله يسلمك استغفر الله لا لا اليمعات هذه موجوده بس خلينا نكون صريحين شويه يا جماعه يعني خلينا نتكلم بواقعيه ما لها طعم مال قبل إيه يعني أيام الله يرحمهم الوالد الوالدة يد يدتي الله يرحمهم هم مجرد ما يكونون هذين موجودين بالبيت ينترس البيت كله نور البيت فتحس برمضان تحس بالعيد تحس أجواء الأجواء هذه حين ما زلنا نتيمع لكن الطعم هذا راح ولا نتيمع بس أنت تقدر تسوي من أسرتك وتبدي مع عيالك وأحفادك الحمد لله الحمد لله أنا عندي أخوي العود عسى الله يحفظه يطول بعمره أبو عبد الله خواتي الله يحفظهم إن شاء الله دائما نتجمع عندهم والأمور طيبة لكن أنا أتكلم على الأيام اللي أنت وعيت عليها أنت صغير أنت صغير اللي وعيت عليها لكن الحمد لله يمعاتنا موجودة قعداتنا سمراتنا أنت فطر هني أنت فطر الله لا يقطعها من عاطفة أيوة والله الله لكن أتكلم على الطعم الروح النكهة هذه مالت أمك وبوك ويدك ويدتك وذي وهم يجهزون لك لبس القرقيعان ولبس العيد ويجهزون لك الدي هذه اللي شوي وبعدين تقعد اليوم شنو مسوين حلو الحلو مالنا المهلبيه مثلا بعدين مو كذي بلال السوالف هذه عرفت الزلابيه الوقت لي وقتي تغير يعني حياه ماشيه مثل ما يقولون صح صح يعني احنا اللي نسوي ممكن هالامور واحنا نعيدها زين ونعيد ذكرياتها احنا نخلق ذكريات جديده حق عيالنا طيب بعد ما كله احنا فلهال الحين الصغار الجيل هذا اي
انت لازم تسوي له اللي كانوا يسوون نفس اللي سويناه بالضبط كذي. جميل جميل، الله لا يعني يغير علينا الا بالخير مثل ما نقول دائما. عندي هذه الفقره فيها الصور، راح نشوفها ويا بعض ونعلق على الصور. يلا عمري ولدك شل الرباعي. منو شل الرباعي حبيبي؟ هو هو اي باري العشق الممنوع. كلمني. هذا عشقي الممنوع هذا يا حبيبي. يا عمر يا حياتي، هذا صديقي اخوي ولدي ابوي كل شيء. هذا هذا العشير انا مسمي العشق الممنوع. ما شاء الله يعطيك الصحه ولدي. والعافيه ان شاء الله. ومن ذوي الاحتياجات الخاصه شل الرباعي. الحمد لله بركه البيت. الحمد لله. يعني هذا انا اذا برد اذا برد مثلا بكر يكون هو ناطرني ما شاء الله. اي نعم، وحتى لما البس ولا شيء عندي مقابله ولا عندي تصوير ولا شيء هو اللي يعطيني رايه. طبعا نفهم احنا طريقه كلامه، هو شوي لسانه ثقيل بس طريقه كلامه على طريقته. اي فنفهم احنا، فيقول مثلا لا البس كذي، سوي كذي، احط كذي. حبيبي ضاري الله يحفظه ان شاء الله. سر الحياه. يحفظ كل اخوانا ان شاء الله. انزين خلينا نشوف الصوره الخاصه بشهد. انا ابوي. الله واي من هالنتفه، من هالنتفه. هذا حبيبي، هذا حفيدي الاخير. بسم الله عليه سيف. بسم الله عليه. انزين الله يحفظه ان شاء الله. شوفي شوفي جمال الاحساس، هذه صوره طبيعيه. شوفي الحين وهي قاعد تعضضنا من قلب. لا حرام عليك. قاعد تعضين. لا قاعد اقرب بس. يلا بسم الله عليه. الحين صار عمره تقريبا شهرين. اي والله. انزين فوايد طايرين فيه طير. لا تشوفي النغادة يعني حابين حبه طبيعي. سبحان الله هم الصغار يعني عندنا صغار قبله. بس هذا عشان الصغيرون دائما ياخذ قلبك وعقلك وتبي دائما القلب يروح حق الصغير. امشي واعظم امشي والله يا حبيبي. الله يحفظك الله يحفظك. ايش كثر عندك؟ عندنا ثلاثه. بسم الله عليهم الله يحفظهم. عندي عندنا جوري وكادي وسيف اخوهم. اكيد هذا. انت عندك كثر؟ انا عندي ثلاثه هم بعد. عندي حميد وشروق وشهد. اي الله يحفظهم ويفرحك فيهم ان شاء الله كلهم. بعد عندنا صوره ثانيه نشوفها ويا بعض. الله شنو هذا يا بلال؟ الفرقه هذه نور. الله فرقه الفنانين الاستعراضيه كانت بداياتي. ترى الشباب كاتبين لي تعليق كنا شاكليت الماكنتوش. بالضبط كان دعايه حقه. فرقة البدور هذه الكويتية قبل. أنا هذه البنفسجية. شفت اللون؟ ذكرني فرقة الألوان بالضبط. فرقة الفنانين الاستعراضية بقيادة الأستاذة سلوى الخلفان. كنا نشارك بمسرحيات، نشارك في احتفالات ذي، معاي المخرج وليد سراب الله يعطي الصحة والعافية، مخرج عظيم حاليا، خالد عبد الله أخوي، عبد الله الشامي، وليد سلطان، عماد. ما شاء الله فرقة فنان الاستعراضية. للحين ربع؟ اي نتواصل بين فترة وفترة نتواصل. هم تركوا؟ لا لا لا، وليد موجود في المجال الفني. عبد الله اخوي لا التزم جدا حيل بعيد عن المجال الفني. وليد ما شاء الله مخرج من المخرجين الكبار، والحين تبارك الله في ابو ظبي. اي قناة في ابو ظبي، ويعني ما زالوا بعضهم في المجال الفني. اي حلو. انزين نشوف الصورة اللي بعدها حق شهد علشان نكسب الوقت. هذا تصريح لك يا شهد. دوري في أمينة حاف يشبه ما تعرضت له مع زوجي بالحقيقة. اي والله اي والله صدق، يعني نفس اللي صار. الأحداث اللي صارت معي صارت بالتمثيل. في الواقع وفي التمثيل. حلو. اي والله صارت في الاثنين. يعني شوفي وانتي تأدين الدور تسترجعين؟ لا والله بس استرجع يمكن شغلات بسيطة بس. هو يعني نفس الحدث اللي صار معاي. كنت أقول له روح تزوج. كنت أقول له خلاص فارج عني وما أنا ما أبيك، ويعني من هالأمور هذه. وكنت يعني نفس البرود حتى لما تزوج ما عصبت. يعني عادي كانت الأمور معاي. راكزة بس إن كنت متضايقة. صحيح كنت متضايقة يعني داخلي بس ما كنت أبين وما كنت مهتمة بنفس الوقت.
نفس اللي صار في أمينة صار معاي حياتك. نفسه بالضبط. سبحان الله. يعني شوفي شيء لا على البال ولا على الخاطر. وفترة زمنية كبيرة. يعني وين اللي صار التمثيل يعني. ولا أنت أوحيتي أبدا صدقيني يعني أنا عادي كقصة المسلسل ما أوحيتي لا أبدا يهيتني كذي وقالوا لي يلا مثلي ومثلتها. بس لما سألوني هني تذكرت فعلا اللي صار معاي قبل وشلون أنا كنت محتارة وشلون كنت أقول له يلا روح تزوج يلا ما أبيك وكذي. نفس الشيء نفس القالب هني نفس القالب هني إي والله العظيم نفس اللي صار معي قصص من بالضبط. الواقع فصدف أن هذه قصتك أي صدف سبحان الله الصدفة. شوف شلون يعني شيء مو متوقع يا أبو الدار قال لي يلا مثلي مثلته بس شوف شلون أن فعلا نفس الأحداث قاعد ليش تشين علي ليش تشين علي لا قاعد أنا ما لي ذنب شوف شلون أنا خفت والله جيت شلون زين والحمد لله عدت خلاص راحت يعني وكان المسلسل جميل اي والله والحمد لله وخذ صيت قوي وما شاء الله وصار عندنا يا غادة صار عندنا جيل أطفال أنا ما كنت متوقع جيل يهال صار عندي يعني يمكن والله لو أسوي مسرحية أطفال ما شاء الله يمكن كلهم يجون قسم بالله يمكن يفولون علي المسرح من كثر ما أمه زين وينك عن المسرح؟ مسرح أنا موجودة مع أبو محمد إن شاء الله نعم عندنا بالعيد إيه نعم عندنا مسرحية جديدة اسمها البيت المقلوب أنا عبالي ما توقعت هالاسم الصحيح يعني كنا راجع ويا شعبان إن شاء الله نعم معنا شعبان معنا محمد سرور معنا منو بعد معانا من البنات معانا إيمان العلي وبس المجموعة جميلة مجموعة حلوة والله معانا يعني مردة حلوة يا جميلة ومحمد عاشور وفيصل السعد كلهم والله كلهم فيهم البركة اي والله بصراحة جميلة لإسماعيل وشعبلة يعني ايه شيء حلو شي أنا استغرست وايد اي والله كلنا على فكرة ترى ما تصالحوا ترى مؤخرا صحيح عندك؟ ايه لا قول لي الكواليس اي والله لا ما عديها كذي قول لي الكواليس كنت أجريت عملية بالمستشفى فيوميا شعبان يكون موجود عندي بذاك اليوم طارق يبي يزورني فدق علي تليفون ها انت اي جناح قلت له المكان الفلاني حرصت على شعبان انه يكون موجود ها شعبان لبتي اليوم قال لي اي جاي حلو ما قلت له طبعا انه طارق جاي يا شعبان وقاعد دق طارق وينك انت اي جناح قلت له صوب المكان الفلاني وكذي بس بحمود طلبتك ترى شعبان موجود قال لي صدق قلت له بس طلبتك تكفى تعال يعني تعال دش سلم قال لي انا جايك ابو كذي يعني جايك يعني ماكو شيء محمد بعد فعلا دخل والله اخلاق سلم على الكل وسلم على شعبان وقطاته ما قطاته مش عارف ايش ما شنو هني النيه في تراضي من الاخر كان اقول لهم يبا صار وقت طويل انت عارفه لما اثنين يشوفون بعض مخاصمين بعض عارفه اللي واحد يتقلع الثاني ناطر الثاني بس من داخلهم هم يعني متصالحين لكن عارفه اللي ها والحمد لله طاح الحطب مر وقتها بلال طاح الحطب خلاص تصالحوا وبنفس الوقت قلنا نبي نشوفكم بعمل كان نقول طارق انا مستعد ها شعبان وياي حتى قام يتغشمر وياي قال له طارق ما راح اعطيك اجر راح اعطيك اجرك وجبات اي والله الحمد لله تصالحوا استانست وايد رب ضاره النافع اكيد اي والله يعني شفت كنت انت السبب بالنهايه كنت انت السبب رب سبحانه وتعالى بس يعني ربك سبحانه وتعالى وهذا مكسب للجمهور الحمد لله مكسب للجمهور عودتهم وان شاء الله المسرحيه تضرب باذن الله مثل كل مسرحيه طارق العلي بعد بوجودك راح يكون شيء جميل جدا انا عندي الفقره الاخيره هذه اسمها حديث الميديا يا ويلك يا شهد شنو خلنا حديث الميديا الله يسلمك ويسلمك يا بلال نعم. يقول لك حديث الميديا ان في بعض الناس يشترون الترند يعني انه يطلع او يتصدر الهاشتاج عندهم هم شاريينه اصلا هل هذا حقيقي؟ والله أنا بالنسبة لي ما أدري بس أنا سمعت في الفترة الأخيرة أو رمضان اللي طاف يعني قاعد يقولون إن في ناس أو في التعليقات إن في ناس قاعد تشتري ترندات ما ترندات يعني لا خلق يشتري ترند عشان يعني عمله يضرب يعني مو حلوة أشوف أنا الصراحة هذه الشغلة مو ما فيها أي مصداقية العمل اللي ضرب ضرب بروحه يعني خلاص النجاح اللي يبي يصير يصير وإذا ما يبي يصير بعد هذا شيء هو بعد مقدر ومكتوب
عرفتي شلون؟ أي. فانا ليش انا اتعب نفسي واروح اشتري والله ترندات واسوي يعني احنا خلصنا من سالفه يشتري فولورز يشتري كومنتات الحين يشتري ترندات يشترون عادي سامع عنها اي نعم خصوصا اذا كان مثلا عندهم برنامج او عندهم مسلسل او شيء يضيف له مشاهدات ويضيف له دنيا بس عشان يوري الناس انه ترى انا بالضبط وبعدين يمكن يبي من ناحيه ثانيه انه يصير تسويق عنده تسويق أيوة صحيح هذا هو اي انه شوف ترى انا عندي مشاهدات عشان يسوق العمل ماله ولا شيء لكن هذا ما في ثقه بالناس بس انا ما اشوفها فكره حلوه لا كلش لانه ما في ثقه وعمليه اي بالضبط ما في ثقه ولا مصداقيه ولا اي شيء على كلامك يعني اللي ما افتكينا احنا من اللي يشترون فولورز يعني حرام غشوا ناس وايد خصوصا اللي يعلنون عندهم بس شو تسوي ما لا تعلق لا تعلق طيب احنا في الختام شنو تحبون تقولون للمشاهدين الاحداث بتتغير عندك شهد عندك ثلاث مسلسلات اكثر مسلسل تبينا يعني ننتبه له شنو والله يا حبيبتي كلهم صراحه اتفرج بعد شده مو مشكله يلا اوكي سوالف دعايه زين انا والله كلهم صراحه انا كلهم الحقيقه يعني راح تشوفون ما في تغييرات حلوه بس راح تشوفونها بعدين انزين واقول لهم كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر وتقبل طاعتكم وصيامكم وجيامكم ان شاء الله وان شاء الله يا رب رمضان كل سنه يا رب يا حبيبتي الله يسلمك يا رب الله يطول عمرك انا اقول لهم تابعوا المسلسل لان في احداث كثيره راح تكون فيها في مسلسل فرج بعد الشدة أحداث مؤلمة جدا وشوي شوي قاعدة تصاعد الأحداث ذي بالإضافة إلى أنا ضيف شرف في مسلسل مرضي ودحام مع أحمد العونان وعبد الناصر يعرض بقطر كنا يعرض إيه بقطر إيه نعم مسلسل كوميدي بحت ما في شخصية بعد ضيف شرف ثلاث حلقات وياهم وبس اقول لهم كل عام وهم بألف خير ان شاء الله وانت بخير يا رب عسى الله ان شاء الله يا رب يعودونا ويصومونا لا فاقدين ولا مفقودين يا رب ان شاء آمين. الله يا رب امين يا رب واستمر ترى شكلك على الشاشه جميل جدا حضورك رائع انا موجود ان شاء الله باذن الله واوعدهم اني راح استمر باذن الله وراح ننسق وما يصير خاطرهم الا طيب ان شاء الله خير وانا اقول لكم بعد شوفوا مسلسلنا مسلسلاتنا اقول اول الليل على الكويت وبطن ظهر الجزء الثاني على STC وشوفه وبعد بعد غيابك عني الساعة 10:30 على الإمارات إن شاء الله لا تنسون أهم شيء إن شاء الله ما حد راح ينسى أكيد يعني لكم متابعين يتابعونكم وين ما كنتوا وإن شاء الله دائما موجودين معانا منوريننا بسرائيل شكرا لكم حياكم الله مشاهدينا شكرا لكم ونشوفكم على خير بكرة بإذن الله مع السلامة